بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم وأن يغفر لكم ولنا وللمسلمين أجمعين، وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده ويقول لهم اذهبوا مغفورا لكم. هذا المجلس مجلس علم، والإسلام أمرنا بأن نتعلم، وخاصة أن نتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا نكون كالذين قال الله عنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فالأمي الذي لا يعرف معاني القرآن الكريم ولا يتدبر هذه الآيات ويؤمن بها ويخشع بها ويعمل بها، هذا هو الأمي. فحتى لا نكون من الأميين نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتنا الكرام، انتهينا في المجلس السابق من سورة الانشقاق، وهي آخر السور التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أراد أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ سورة الانفطار وسورة التكوير وسورة الانشقاق، تعطي صورة عن يوم القيامة. واليوم أمام مشهد وسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة البروج، وهي ذات موضوع واحد لم تتفصل فيها الآيات في مواضيع متعددة. شأنها شأن سورة يوسف، سورة يوسف من أولها إلى آخرها تحكي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. والقرآن جاء في سورتين بحادثة متصلة ومتكاملة، سورة القصص سورة يوسف وسورة البروج. وسورة البروج سورة مكية، عدد آياتها 22 آية، وتسمى سورة البروج، وسميت بالسنة سورة البروج، أضيفت إليها سورة هي ولا اسمها هي البروج، وفي السنة سورة البروج لها اسمان. تبتدئ هذه الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه الآيات الكريمة يقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء، ولله أن يقسم بما يشاء من خلقه، وإذا أقسم بشيء فدليل على عظم هذا الشيء. والسماء الواو والقسم، والسماء التي ترونها والتي تشمل جميع السماوات، وسبحان الله كل السور التي مرت معنا بل معظم آيات القرآن يأتي فيها ذكر السماء. لماذا؟ لأنها أعظم مخلوقات الله عز وجل. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ شوف الإنسان أضعف مخلوق، بينما السماء هذه لن نراها نحن سديم، هذه السماء فوق النجوم. الله سبحانه وتعالى زين السماء الدنيا بالنجوم والكواكب، فوق هذه النجوم هي السماء، ومو بالسماء واحدة،
السبع سماوات. السماء هنا تشمل السماوات السبع، وإذا جاءت الأرض الأراضين السبع. إذا السماء، نعم، والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج. البروج نسمع نحن في الحياة في الدنيا الآن برج، والله في بالرياض مثلا، في بالرياض أو بالإمارات برج خليفة، في بمكة برج الساعة، في برج عبد العزيز، في أبراج كثيرة. البرج هو الشيء العالي المرتفع، هذا يسمى برج. وكلمة البروج جاءت في أكثر من آية في القرآن الكريم، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله أيضا: يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بروج القلاع الحصينة، هذه البروج قلاع حصينة مكينة متينة قوية، هذه هي البروج. وقال تعالى أيضا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. فوردت كلمة البروج كثيرة. ما هي معنى البروج؟ ما هي البروج؟ البروج هي منازل هذه الكواكب، منازل الكواكب الاثنى عشر تسمى البروج، منازلها وممرها وطريقها. فالله سبحانه وتعالى يقسم بأماكن ودائرة هذه النجوم أو البروج، وهي مسار للشمس وللقمر. البروج مسار يسير، تسير الشمس 12 شهر فيها البروج حتى تتكون السنة الشمسية، وهم 12 برج، 12 برج. وذكروهم علماء الفلك، هذه البروج هي الحمل، الثور، التوأمان، السرطان، الأسد، العذراء، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت. هم يعني كتبوها بناء على أشكالها التي يعني توصلوا إليها من خلال رؤية الأفلاك بالمجاهر وبغيرها. فيعني أخذوا أعطوا هذا الاسم كونها تشبه في شكلها وفي يعني رسم نجومها وأفلاكها هذه الأبراج. ومن هنا نقول: لا يجوز للمسلم أن يقول أنا برجي كذا ويسمع للذين، للكهان وللذين يعني يؤولون برجك كذا، فأنت اليوم كذا ويحصل لك كذا، ومزاجك يكون في برج كذا، يكون يعني يرتبون عليه. هذا من الكهانة ومن العرافة، ومن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فلنحذر من عملية البروج والاعتقاد بأنها تضر وبأن لها يعني تأثير على الإنسان في حياته وفي شؤونه. نعم، هذه الأبراج طبعا كما ذكرت لكم هي تقسيمات دائرة البروج ومسار الشمس، وهي خريطة للممر الذي تمر به الشمس ويمر به القمر، وعددها 12 منزلة. يعني كل ثلاث أشهر الشمس تنتقل إلى برج آخر، من تتكون الفصول الأربعة: الصيف والخريف والشتاء والربيع من هذه البروج. هذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وعلى قدرته، وعلى تنظيمه لهذا الكون، وعلى إحاطته به. والنجوم ألاف ألاف مؤلفة أيها الإخوة، وفيها يعني ينبعث منها الغازات التي تحترق، تحترق في 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 الفضاء. وهذه البروج وهذه الأفلاك لو سقط يعني نصف النجم أو شيء بسيط نجم لا أغرق الأرض ولا قضى على الحياة ولا مات الناس. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض سبحانه وتعالى، هو فالإنسان يعني ولا شيء. لذلك نحن قلنا يوم القيامة شو بيحصل بهالكون وبالسماء؟ انهدام كلي، تتناثر النجوم، تتساقط، تتفتح السماء، تتغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار.
هذه السماء التي نراها الآن بإتقان وبإحكام وبعناية فائقة من قبل خالقها سبحانه وتعالى، كون لا يتسع العلم الآن، يعني العلماء في العالم كله ما وصلوا إلى سماء الدنيا، لم يصلوا إلى السماء الدنيا إلى الآن، هم فقط في القمر، في المريخ، في الأشياء هذه يصوروها ويتكلموا عنها، أما حقيقة السماء الدنيا، والسماء طبقات طبقات، وكل سماء لها يعني مغلقة ومحكمة، فأين نحن؟ أين هذا الإنسان المتجبر المتكبر المتغطرس الذي ينكر وجود الله وينكر عظمة الله وينكر اليوم الآخر وينكر الرسل وينكر الأنبياء والحساب والجنة والنار؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، والسماء ذات البروج، إذن يقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج، ذات المواقع وذات الأفلاك التي تكون في هذا الكون. نعم، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. في قصة بيجيبوها عن موسى، قال يا رب هل تنام؟ قال لا. قال خذ زجاجتين وضع في ماء واحملهم في يدك واجلس في قول لا تأخذوا سنة ولا نوم. قال نام موسى غفل فوقعت الزجاجات فانكسر فانكب الماء، فقال الله له يا موسى لو أخذتني سنة لنزلت السماء على الأرض. هذه قصة مو صحيحة، إذا سمعتوها تعرفوا أنها لم ترد يعني هذه وغير يعني صحيحة. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، يقسم باليوم الموعود الله سبحانه وتعالى، وقلنا لكم الله ما يقسم إلا بشيء عظيم عنده، بشيء له مكانة، بشيء له منزلة. اليوم الموعود هو يوم القيامة. نعم، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، اليوم الموعود الذي وعد الله به الناس أن يجمعهم للحساب، وإلا ما خلقنا والله نأكل ونشرب بس ونموت ونروح، لا، في حساب وفي عقاب وفي جنة وفي نار. نعم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واليوم الموعود بالإجماع اليوم الموعود هو يوم القيامة الذي وعد الله به الخلائق ليجمعنهم ليوم لا ريب فيه، هذا هو يوم القيامة. قال وشاهد ومشهود، وأيضا يقسم بشاهد ومشهود. ما معنى الشاهد ومعنى المشهود؟ الحقيقة يا أخواننا المفسرون ذهبوا إلى أكثر من 20 أو 24 قول في الشاهد والمشهود، وكلها يعني لها أساس، ما أتوا بشيء من عندهم يعني، وإنما استندوا إلى أدلة وبراهين على ما يقول. شاهد مشهود، قال الشاهد هو الله سبحانه وتعالى والمشهود خلقه. الله هو الشاهد علينا وليشهد الخلق، وقيل الإنسان شاهد، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نكفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، الإنسان شاهد والمشهود عليه نفسه، هو شاهد ونفسه تشهد عليه. والشاهد هو الله تعالى والمشهود يوم القيامة، كلها هذه تفسير الشاهد والمشهود. والشاهد آدم عليه السلام، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وآدم يشهد على ذلك. الشاهد هو آدم والمشهود ذرية آدم، والشاهد الإنسان والمشهود الحجر الأسود. ليه الحجر الأسود؟ لأنه ورد أنه ما في إنسان يقبله إلا يشهد عليه، له لسان وشفتين، ونزل أبيض من الثلج سودته خطايا بني آدم. الحجر الأسود يشهد على من أشار عليه أو قبله كما ورد في الحديث. إذن الشاهد الإنسان والمشهود هو الحجر الأسود، هذا قول. وقيل الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشهود أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يشهد علينا بأنه بعث إلينا وبلغنا الرسالة، ونحن نشهد بذلك
بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. كذلك الشاهد يوم التروية هو اليوم الثامن من الحج، يستعد الحجاج ويروون ماءهم مشان يذهبوا إلى عرفات، والمشهود يوم عرفة. قال المفسرون أيضا وقالوا الشاهد هو الله والمشهود هم الملائكة. شوفوا الأقوال، يعني أقوال 24 أو أكثر، بعضهم وصلها إلى 45. وقيل الشاهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود الأمم السابقة. نحن نشهد على الأمم السابقة، وكذلك جعلناكم شهداء على الناس، كذلك جعلناكم أمة وسطة، نعم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، بارك الله فيك. وكذلك الأرض شاهدة والمشهود يوم القيامة، والأرض شاهدة والسماء مشهودة. الأرض شاهدة كيف؟ لأنه ما من إنسان، يعني يومئذ تحدث أخبارها، قال تخبر يوم القيامة بما فعل الإنسان عليها من خير أو شر. لذلك بشوف بعض الناس عم يصلي مثلا الفرض هون، بيروح بيصلي السني هناك، هاي مشان تشهد له، يعني هذه أخذ من أخذ أن الشهادة الأرض ستشهد. والإنسان إذا كان في 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 البر، يعني في خارج العمران، وأذن وصلى ستشهد له الأرض وستشهد له الجبال والشجر بصوت النداء وبصوت الأذان. فهذه أيضا الأرض تشهد، والسماء يصعد منها العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تشهد إنه والله هذا العبد صالح، كان يصعد منه الملائكة تصعد بأعماله الصالحة في كل اثنين وكل خميس. فإذا الأرض شاهدة والسماء شاهدة، وعملك شاهد عليك، والجزاء هو المشهود يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والأنبياء والرسل والمشهود أيضا شهداء الأنبياء والرسل، والمشهود الأمم، والشاهد الحياة، والمشهود الموت. وأمة محمد شاهد والمشهود الموت، ويوم الجمعة شاهد والمشهود يوم القيامة. وقيل قوم نوح قوم محمد هم شاهدين، ونوح مشهود لهم، لذلك يوم القيامة يسأل الله سبحانه وتعالى كما ورد في الأثر أنه هل بلغت يا نوح الرسالة، فيقول قومه ما بلغنا، ما سمعنا، ما بلغكم نوح الرسالة، يعني جلس فيهم 950 سنة ومع هذا ينكرون يوم القيامة إنه ما بلغنا نوح. قال من يشهد لك يا نوح؟ قال يشهد لي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نحن شهداء على الناس، شهداء على الأمم كلها، وعلى الأنبياء الذين سبقونا. شوف هذه ميزة هذه الأمة وفضل هذه الأمة وكرامة هذه الأمة. فيسألهم الله سبحانه وتعالى هل تشهدون بأن نوح أرسل إلى قومه؟ قالوا نعم نشهد. قالوا قوم يا رب هؤلاء أتوا بعد من نبي ألاف السنين، كيف يشهدون؟ شلون يشهدون؟ يعني شعرفهم وين شافهم؟ هم شافوا نوح حتى يشهدوا؟ فيسألهم الله كيف شهدتم؟ قالوا أنزلت علينا كتابا وقرأنا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، فشهدنا يا رب كلام، قال صدقتم. شفتم أيضا يعني كيف الأمة الإسلامية لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى ولها منزلة. وقيل وهذا أقوى، يعني من أقوى الأقوال، أن يوم الجمعة هو الشاهد والمشهود يوم القيامة. الشاهد وشاهد ومشهود يوم الجمعة، وطبعا عيد من أعياد المسلمين، وفيه يعني تقوم الساعة، وفيه خلق الله آدم، وفيه ساعة لا يوفقها عبد مسلم، ويعني لها مزايا كثيرة يوم الجمعة. نعم لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، وفيه الصعقة والصيحة أيضا يوم الجمعة. فيكون اليوم الجمعة ميزة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. طيب إذا أقسم الله بالسماء ذات البروج، الطرق التي تسلكها الشمس والقمر، المواقع
مواقع منازل، المنازل هذه منازل الاثنى عشر من الكواكب، واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد أقوال كثيرة نختار منها يوم الجمعة الشاهد، والمشهود يوم القيامة، الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم القيامة، ويوم عرفة، والذي ذكرته أنا لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، والأنبياء شاهد، والأعضاء علينا تشهد، نعم، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، نعم، وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يعني أدينا وجسمنا وجلدنا بده يشهد علينا يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قتل أصحاب الأخدود، قتل ابن القتل، وأصحاب الأخدود الأخديد كثيرة في الحاضر وفي الماضي. الأخديد جمع الجمع الأخدود، أخدود واحد، وأخديد كثيرة، والأخديد كثيرة كانت في الزمن الماضي، والآن في أخديد كثيرة يقتل فيها المسلمون ويدفن فيها المسلمون وهم أحياء، يتم قتلهم وحرقهم وإبادتهم كما فعل في كثير من بلاد العالم، كيف يحرقون المسلمين بالجملة. هذا أخدود، والأخدود هو الشق الذي يحفر في الأرض بشكل مستطيل، هذا هو الأخدود. والأخديد وقعت في العراق، ووقعت في بلاد الشام، ووقعت في مصر، ووقعت في اليمن، هي أربعة أخديد. أخدود العراق اللي عملوه بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حفروا وصاروا يجمعوا أن الحطب أكثر من شهر، قالوا كانت المرأة إذا كانت حامل تنذر إن أنجبت ولدا لتحضرن حطبا لحرق إبراهيم، فأججوا نارا عظيمة، الطير ما كانت يعني تستطيع أن تمر فوق هذا الأخدود، وهذه النار كانت تسقط من شدة الحرارة، حتى أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إليها، كانوا يقذفون يعني الحطب من مكان بعيد، ولما أرادوا أن يقذفوا بإبراهيم عليه السلام ما استطاعوا، وصلوا عند النار لحتاكلهم النار، فراحوا صنعوا المنجنيق وقذفوه بالمنجنيق في ذاك الوقت. طبعا لما قذفوا الله سبحانه وتعالى نزلت الملائكة، نزل جبريل وعدد من الملائكة، فقال جبريل يا إبراهيم هل لك حاجة؟ تريد شيء؟ أنت الآن في موقف صعب، تحترق النار، بدك يعني تحرقك. قال أما إليك فلا، أنا ما بدي، أنا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال لما قال كوني بردا، كل نار الدنيا، كل نار الدنيا، مش نار العراق، نار الدنيا كلها صارت باردة، وسلاما يعني أمن وأمان لإبراهيم. فنزل لم يقل الله سبحانه بردا وسلاما، قال لمات من شدة البرد، لو لم يقل سلاما لمات من شدة البرد وسط النار. طيب شلون يعني؟ نعم، وفي جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، في عذاب بالبرد وفي عذاب بالنار، في الزمهرير وفي النار في جهنم. ففي يعني وشجرة تخرج، نعم، وشجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وين شجرة الزقوم؟ في نار جهنم، كيف تطلع شجرة في النار؟ في هذا وفي هذا، نعم. فهذا بالنسبة للعراق. بالنسبة للشام، طبعا لما كان عيسى عليه السلام في الشام ورفعه الله عز وجل، أتباعه انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم فروا من بلاد الشام، وقسم قتلوا، وقسم اختفوا، حتى جاءهم أحد الملوك وعمل حاله إنه يعني تنصر، وصار يختبر الناس ويدعوهم إلى الشرك، فمن أشرك وآمن بأن المسيح قتل وأنه ابن الله وأنه عبد الله كان يحرقه في النار، عمل لهم أخدود أيضا، صاروا أخدودين. الأخدود الثالث أخدود فرعون،
لآسي نعم لماشطة بنات فرعون ولآسيا بنت مزاحم ولرجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. أيضا وقصة الماشطة يعني لما كانت تمشط بنت فرعون سقط المشط من يدها فقالت الله، فقالت يعني تقصدين أبي؟ قالت لا، رب أبيك وربنا هو الله. فنقلت البنت إلى أبيها ذلك، فقالت هذه الماشطة تعبد إلها غيرك. قال أحضروها. فأتت هذه الماشطة إلى فرعون وقال ما تقولين؟ قالت أقول ربي الله. قال ألست أنا؟ قال لا، أنت لست ربي، ربي وربك الله. قال أكيد هالكلام؟ قالت أكيد. فراح أحضر وعاء ضخم جدا من النحاس وسكب فيه الزيت وأغلي الزيت إلى درجة يعني درجة عالية جدا، وقالت هذه النار. كان عندها 4 أولاد أيتام، الولد الكبير عمره 18 والأصغر عمره 10 والثالث عمره 5 والرابع رضيع. قال يا بترجعي عما تقولين أو نرميك بهذا، نأخذ أولادك نرميهم في الزيت. قال ارموهم. فأخذوا الولد الأول فوضعوه في هذا الزيت المغلي، فانفصل اللحم عن العظم على طول بمجرد ما نزل. هي تنظر ما تأثرت بذلك، مؤمنة. ثم أخذوا الثاني، قال ها ما تغيري رأيك؟ قالت لا، أنا لا أعبد إلا الله. فأخذوا الولد الثاني ورموه أيضا في الزيت، فحصل ما حصل للأول. ثم الثالث إلى أن جاء الرابع رضيع. قال يلا ما تعتبري؟ ما تتراجعي؟ قالت لا. فأخذوها وهم عم يخذوها بكت. قال لعلك تراجعتي؟ قال لا ما تراجعت، أنا بكيت كنت أتمنى أن يكون لي 100 نفس، كلما أحرقتموني رجعت لي نفس جديد 100 مرة حتى أحرق وألقى الله سبحانه وتعالى. فشوف هذا أيضا من ما تعرضه المؤمنون في هذه الحياة. يأتي القصة الرابعة وهي قصة نجران في جنوب الجزيرة العربية، والقصة معروفة وطويلة شوي، يمكن بعضكم يعرفها، قصة الغلام والساحر. وكان ملك في ذلك الوقت، الملك هذا اسمه ذو نواس، وكان عنده ساحر وحاكم الرعية بالسحر، يحكمهم بالسحر ومشيهم بالسحر. نعم. فهذا ذو نواس طلب الساحر من الملك أنه أنا صرت كبير السن ويمكن أموت ويندثر السحر، فحتى أنت تحافظ على مملكتك وعلى حكمك تجيب لي غلام يكون ذكي حتى أعلمه أنا السحر. فأعلن الملك عن اجتماع وجائزة لأحسن ولد في المملكة، فكان في نجران في جنوب الجزيرة العربية، يعني باليمن بيسموه اليمن جنوب الجزيرة العربية. فاجتمع الناس فألقوا يعني شافوا ولد ذكي يعني ما شاء الله فأخذوه، وصار هذا الولد أخذوه لعند الساحر يتعلم منه السحر. هو أثناء ذهابه إلى الساحر كان يمر براهب، رجل متعبد جه جالس في مكان في صومعة ما حد عارفه وعم يعبد الله سبحانه وتعالى. فقال يعني الغلام يعني يتأخر مرات عن الساحر، وين أنت؟ يقول أتأخرت في البيت. ولما يجي للبيت متأخر يمر لعند الراهب يأخذ شوي، وين تأخرت؟ كنت عند الساحر. فكان يتحجج بأن تأخيره كان سبب يا الساحر أو البيت. إلى أن ظهر دابة. شو هي الدابة؟ ما حدا بيعرف، هل هي أسد، هل هي وحش، هل هي ثعبان، المهم كانت تعترض الناس ويخاف أن تقطع الطريق. فقال هذا الغلام أنا اليوم صار عندي فرصة بدي أعرف أمر الغلام الراهب أحسن ولا الساحر. فجاء إلى هذه الدابة وأخذ شيئا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من الساحر فاقتل هذه الدابة، وقذفها فماتت الدابة. فانتشر بين الناس أن الغلام هذا قتل الدابة.
كيف قتلها؟ قال قتلها وصار يكبي يبرئ الأكمه والأبرص، وانتشر بين الناس إلى أن وصل الخبر إلى قريب الجليس الملك، عنده واحد أعمى ابن عمه وقريبه وكذا، فذهب إليه وعالجه فرجع شافيا. عاد إلى القصر قال من رد لك بصر؟ قال الغلام. كيف؟ قال هذا يقول بسم الله. شو بسم الله؟ جيبوه. المهم جابوه لهذا الغلام وأخذوه لعند الملك وقال له بتتراجع ولا بنعمل فيك الأفاعيل؟ قال لا لا، أنا بؤمن بالله، أنا ربي هو الذي خلقني، ربي وربك ورب كل الخلائق. فأخذوه قال لهم اطلعوا فيه لرأس الجبل ويرموه من رأس الجبل، خلينا نخلص منه خلينا نخلص منه. فطلعوا لأعلى جبل وبدون يرموه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، هو الغلام هذا، اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل فسقط هؤلاء فماتوا ورجعوا على القصر لعند الملك. وين الربع؟ وين جماعته؟ قال جماعتي راحوا. وين راحوا؟ قال نزلوا ماتوا. إذا دورنا على طريقة ثانية، أنا أقول لكم معناه، والحديث موجود في صحيح مسلم. قال خذوا للبحر، خذوا في مركب في قارب ووصل مشوا شوي للبر للبحر ويموا هناك، خلاص ما في هناك لا في يسقطوا ولا يمكن رجله انزلقت من الجبل ولا كذا، ويموا ورموه. فلما وصل لنص البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فاهتز المركب قلب، نزلوا من المركب هو بقي الغلام ورجع إلى الملك فماتوا. قال له أنت تريد أن تقتلني؟ قال إيه. قال تجمع الناس كلهم بكرة في مكان عام وبتجلسني أنا في مكان هيك يشوفوني كلهم، كلهم يشوفوني، وبعطيك أنا سهم من عندي. أعطاه سهم اللي يضربوا فيه، ما كان فيه لا مسدسات ولا بنادق، خذ هالسهم هذا وقول بسم الله رب هذا الغلام وأطلق السهم واضربني هون بصدغي هنا. فأخذ هذا السهم فأطلقه وقال بسم الله رب هذا الغلام، وبيجيبوا روايات إنه قال أول مرة ضرب وما صاب وما ما أثر فيه، والثاني والثالثة، إنما الرواية لما قال بسم الله رب هذا الغلام وضرب السهم فأصابه فمات، سقط الولد. الناس اللي واقفوا عم ترج، نعم شو قال هذا؟ قال بسم الله، إذن في إله، إذن كفرنا بك أيها الملك وآمنا بالله رب العالمين. حينئذ عمل الأخدود وضرب عليهم نطاق وقال لهم ممنوع حدا يطلع، احفروا نشوف. حفروا الأخدود وصاروا يجيبوا بالحطب وبالوقود ويضعوه فيها، والملك هذا ومن معه إذ هم عليها قعود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود يعني مش للمؤمنين، قتل أصحاب الأخدود يعني لعنة الذين حفروا الأخدود، الذين حفر الملك وجماعته. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، يعني هم وقودها مستمر ما خلوها تخمد يعني أبدا، كل ما شوي نزلت النار زدتوا لها حطب وزدتوا لها حطب حتى النار ذات الوقود مشتعلة ومشتبة. ونعم إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم متلذذين ومبسوطين الملك ومن معه ويشهدون تعذيب المؤمنين. شوف القساوي، يعني شوف إنسان يا أخي أنت بتكون سايق سيارة وتمر أمامك قطة عصفور وغصب عنك بندهس، يا أخي تبقى مزعوج وتسأل وأنا شو بدي أحمل وأنا قتلت، فهذا عم يحرق الناس. وفي الزمان هي صار يعني سمعنا عن حوادث كثير من بلاد المسلمين، لك يجيبوا الإنسان يرشوا عليه ويحرقوه، لك أي يعني أين القيمة الإنسانية؟ ما في جنس الرحمة هذا. والله الوحوش فيها رحمة أكثر منهم، مثل ما كانوا يفعلوا في شرق آسيا في إحدى بورما، كيف كانوا يحرقوا المسلمين يا أخي. والله العظيم الإنسان يعني نفس الشيء تتكرر، التاريخ يعيد نفسه، والأخدود يتكرر، وناس بيحرقوا بالأخدود وناس بيحطوهم بالسجن وبيحرقوهم بالمواد المحرقة وناس بيحقنوهم بأمر سامة، يعني تتعدد الأخدود مستمر. وهذه سنة الله،
هذه سنة الله في الكون وفي عباده. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالعملية يا إخوانا الابتلاء والاختبار موجود، وكل واحد منا متعرض ويعني قد يصيبه الابتلاء والاختبار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يرحمنا، وإن شاء الله نكمل السورة وما يتعلق بها في المجلس القادم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين ما نزل بهم من بلاء وفتنة. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا ميمونا، واغفر لنا ولإخواننا الحاضرين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أعطي كل واحد منا ومن إخواننا الجالسين سؤله فيما يرضيك عنه يا أرحم الراحمين. أصلح لنا ولهم الذرية، وأصلح لنا ولهم النية، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. وصلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان